السلام عليكم، كيفكم شباب؟ ان شاء الله بخير. اليوم رجعنا لكم مقطع جديد وبلعبة تراك سيميليتر هاي واي التاولة مطورين زوريك سوفت وير، ومثل ما عودناكم بكل مقطع بننزل لكم اياها على هاللعبة بيكون في خبر جديد ان شاء الله. طبعا يا جماعة الخير، اليوم في معنا خبر كتير حلو عن شاحنة جديدة قلنا لكم عليها سابقا واللي كان عم يطوروها المطورين باخر مقاطع نزلناهم على هاللعبة. طبعا يا جماعة الخير، واللي هي شاحنة الماك الأسطورية، ماك الأمريكية اللي شايفينها قدامكم. طبعا شاحنة خرافية بكل معنى الكلمة. شوفوا التصميم، طبعا الغرفة تبعت الشاحنة الله رح ورجيكم إياها، بس شوفوا الدقة في التصميم من الشكل الخارجي بهذا الشكل بتكون. طبعا بالنسبة للشكل الداخلي يا جماعة الخير، مثل ما شايفين قدامكم عنا الغرفة بتكون بهذا الشكل. طبعا هون في عنا إضاءة وما إضاءة بالعدادات والتابلو والوضع، يعني عن جد شيء خرافي 100%. وبنفس الوقت يا جماعة الخير في عنا صورة كمان بدون الإضاءة، تفرج يا حبيبي على الدقة، بتحس عم تلعب لعبة يورو تراك سيميليتر 2 أو غير لعبة، أو يعني عن جد هدول المطورين عم بيأسبتوا جدارة إنه تصميمه كتير حلو، وان شاء الله يعني بتكون اللعبه افضل وبتكون لعبه منافسه لكثير العاب يعني بتسكر ملفات ان شاء الله. هي يا جماعه الخير مثل ما شفتوا بهذا المقطع، حبيت اورجيكم هدول الصور، ومثل ما شايفين هي الرساله من المطورين عم بيحكوا لنا انه حبينا بعد يوم طويله او بعد فتره طويله انه ما نزلنا على اللعبه اخبار جديده او كذا، فحبينا انه نشارككم بعض الاشياء اللي عم نشتغل عليها باللعبه، ان شاء الله يعجبوكم وكتبوا لي رايكم في التعليقات بالنسبه للشاحنه. طبعا يا جماعه الخير يعني هلا بنقول انه المطورين رجعوا للتطوير، وان شاء الله انتظروا مني اخبار تكون حلوه وتعجبكم، وان شاء الله ما راح اقصر معكم. تحياتي لكم، وهلا يا جماعه الخير لا تنسونا من الصلاه على النبي، ولا تنسونا من اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى تصلكم كل جديد. وطبعا يا جماعه بترككم بأمان الله وسلام.